النحل من المعجزات السماوية اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها وخصص ليها يعني صورة كاملة باسمها، لأن النحل في حد ذاته معجزة. النحل مصنع صغير بتتجلى فيه قدرة ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للنحل. اليوم العالمي للنحل يعني بيجسد فوائد هذا المخلوق الصغير، وبنستذكر بعض الدروس اللي ربنا حطها فيه عشان نعرف العبر اللي فيه. عشان كده في احتفاليات، في فعاليات مختلفة للتوعية بأهمية النهوض بصناعة عسل النحل، منها على سبيل المثال احتفالية بجامعة طنطا تحت عنوان دور النحل في تنمية المجتمع. خلينا نتكلم عن الفرص والتحديات واستراتيجية النهوض بعسل النحل مع دكتور حمدي أحمد متولي، رئيس قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة ورئيس المجلس المصري الأفريقي لتربية النحل. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، صباح الفل، صباح النور، صباح العسل. صباح الفل يا دكتور. لما نيجي نقول اليوم العالمي للاحتفال بالنحل 20 مايو، ليه 20 مايو وازاي بيتم الاحتفال بهذا اليوم؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا اشكر حضراتكم على الاستضافه وعلى ان احنا في هذا اليوم نبرز دور نحل العسل، وان جمهور المشاهدين يعني يعرفوا الكثير عن نحل العسل وعن اهميته. هو طبعا يوم 20/5 هو يوم عالمي. بعض العلماء اللي هم القدام، عالم نمساوي هو اقترح هذا اليوم، هو يعني كان يعمل على نحل العسل، و20/5 ده هو كان يوم تاريخ ميلاده، فالعالم كرمه وجعل يوم 20/5 ده هو اليوم العالمي للاحتفال بنحل العسل. نعم. طبعا حضرتك، هو ده يوم بيحتفل به كل النحالين على مستوى العالم، ليس في مصر فقط او الوطن العربي او العالم العربي، لكن في كل العالم بيحتفل به بنحل العسل. اكيد. صحيح. طيب دكتور حمدي، يعني النهارده في مؤتمر اسمه دور النحل في تنميه المجتمع، كيف ينح يعني طبعا. يعني يقوم النحل بتنمية المجتمع، إيه هو المقصود من هذا المؤتمر ومن هذه الجملة؟ هو طبعا إحنا كمصريين أو كعلماء مصريين أو اتحاد النحالين العرب دايما في 20/5 من كل عام بنبرز دور وأهمية نحل العسل في تطوير الزراعة والمنتجات الزراعية. طبعا نحل العسل ده حشرة مهمة جدا، لها أهميتها الكبيرة جدا. احنا كمصر الدولة الأولى المصدرة للنحل في العالم، يعني احنا نتربع على قمة العالم في تصدير نحل العسل، ولذلك كان واجب علينا ان احنا لازم بنصدر نكون... معلش، احنا بنصدر النحلة ولا بنصدر العسل؟ احنا بنصدر نحل العسل اللي هو كطرود تصدير، وخاصة في الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول المحيطة بنا. احنا الدولة الأولى في العالم في هذا الأمر؟ نعم. أنا قلت احنا الدولة الأولى في العالم في هذا الأمر؟ ده بكل تأكيد، يعني احنا الدولة الأولى في تصدير طرود نحل العسل للدول المحيطة بنا أو للدول المجاورة لنا والدول الأوروبية. لتميز مصر بالفلورا النباتية الموجودة ودرجات الحرارة المعتدلة الموجودة في مصر، فكل النحالين المصريين بيعملوا على هذه المهنة، تربية النحل وإنتاج الطرود وتصدير الطرود إلى الخارج وجلب العملة الصعبة نتيجة هذا التصدير. دكتور، هل نقدر نقول إن احنا عندنا أرقام نقدر نعرف بيها التطور اللي موجود في صناعة الدعم النحل بقى، أو نقدر نشوف أرقام نعرف إحنا موجودين فين في تصدير، موجودين فين في تطوير الأداء، نقدر عندنا حاجة ريفرنس أو أي مرجع نقدر نقارن بيه؟ بالتأكيد. إحنا في مصر يعني عندنا تصدير طرود ومنتجات حبوب ومنتجات عسل النحل الأخرى زي منتجات حبوب اللقاح وعسل النحل وغذاء الملكات والبروبوليس وسم النحل.
كل هذه المنتجات لو اتكلمنا عليها للمشاهد دي ممكن تاخد صفحات او ساعات من الحديث عنها، لكن لو احنا اتكلمنا على عمليه التصدير اللي هي اكبر حاجه في مصر وان احنا الدوله الاولى المترفعه على عرش العالم في عمليه التصدير، زي مثلا تصدير الطرد احنا بنصدر اكثر من 2 مليون طرد في العام، يعني من 1.5 مليون طرد الى 2 مليون طرد للدول المحيطه بنا. ايضا احنا في نحل العسل بنصدر حبوب العسل بكميات كبيره برضه للدول المجاوره، منها مثلا العراق، منها لبنان، منها دول شمال افريقيا. ايضا احنا بالنسبه لنحل العسل احنا عندنا اكثر من 2 مليون خليط نحل بنربيها داخل مصر، وان شاء الله خطه الدوله في الفتره القادمه ان احنا نضاعف هذه الكميه لان لها مردود اقتصادي ممتاز على مصر. في الحقيقه ما كنتش عارف ان مصر ليها دور كبير جدا منا في القصه دي، وان هي الاولى عالميا في تصدير النحل مش العسل، وان عندنا يعني سلالات من اجود الانواع. بنشكرك يا دكتور احمد وبنقول لك صباحك زي العسل. دكتور حمدي متولي رئيس قسم بحوث النحل في وزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الامر.